لله، الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء، وإمام الأتقياء، وسيد المرسلين، وحبيب رب العالمين، وأنه سيد المجاهدين، فصل اللهم عليه وعلى آله في كل وقت وحين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصي نفسي الآثمة وإياكم بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويقول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. عندما تكلم أهل التفسير في هذين الآيتين، قالوا أن من أفضل الناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن أهل التفسير أيضا أن قال: هم العلماء وهم المجاهدون. هم العلماء وهم المجاهدون، الذين يجاهدون يعني بمعنى الجهاد الذي كلكم يعرفه، ولا يقتصر ذلك على الجهاد بالسلاح، وإنما الجهاد بكافة أنواعه. ففي هاتين الآيتين قرن الله تبارك وتعالى الخيرية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد مضى قبل بضعة أيام يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء من أيام الله العظيمة، ففيه نصر الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح على قومه. الله تبارك وتعالى يقول على لسان نوح: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، إلى آخر الآية. وفيه نجى الله تعالى موسى وأصحاب موسى، ونصرهم على ظلم فرعون وجبروته. والله سبحانه وتعالى تكلم على لسان موسى وأصحاب موسى، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فيوم عاشوراء يوم يعني اختصت به هذه الأمة، ويعني لطالما اعتبره المسلمون يوم نصرة للحق على الباطل، ولطالما اعتبره المسلمون يوم فيه تأمل لانتصار الحق على الباطل وعلى الظلم. My dear brothers, my dear sisters, a few days ago we had Ashura, and Ashura comes from the root word Ashura or Ashr, which is the 10th day of Muharram. And on that day, a lot of victories for the right people or the right group
was given by Allah subhanahu wa ta'ala. From those was Sayyidina Nuh. On that day, on the day of Ashura, Allah subhanahu wa ta'ala gave Nuh the victory over the people that were opposing him. And Allah subhanahu wa ta'ala gave Musa and his people the victory over Fir'aun. So that day simple is a symbol for the Muslims where the right side wins, where the good wins over the evil. The day of Ashura is a day where for centuries Muslims considered to be one of the great days of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Imran says in multiple ayat, among those ayat, he says, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتِ النَّاسِ. You were the best ummah that was given to humankind. Why? Allah subhanahu wa ta'ala gives the reason. تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Because you order for good and you forbid evil. Allah subhanahu wa ta'ala made that a condition to be the best ummah. You order good and you forbid evil. Meaning that you do the good stuff. If you see something wrong, you stand against that which is wrong. That makes you the best ummah. So if that goes away, يعني you're not the best ummah no more. And Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ. He says, let there be among you those who call for good. Those who call for good and those who oppose evil. Meaning if it's not everyone doing that, let there be a group of you. And the scholars, when they talked about this ayat, they said, those who are supposed to do these two are the ulama and the mujahideen. And the mujahideen in this sense are those who order good and forbid evil in any form or way that was possible to you. So we're not scared of the word. We're not letting anyone else come and translate our Quran for us. We have our scholars that do that. So Allah subhanahu wa ta'ala gave those two conditions for you to be the best of the best. And يعني في تاريخنا في التاريخ الإسلامي هناك صفحات بيضاء وهناك صفحات سوداء ولكن علينا أن نقرأ التاريخ في تمعن ونظر وعلينا أن نقف بجانب الصواب في التاريخ ففي يوم عاشوراء كما يعرف جميعكم أو جلكم يعني حدث أمر عظيم لابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا عجب أن أهل السنة في يومنا يعني ينفرون من الكلام عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكي ما يتهموا بالتشيع هذا أمر جلل وأمر عظيم كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الله من أحب حسينا ففي يوم عاشوراء قتل الإمام الصب الحسين ابن علي رضي الله عنه وصلى الله عليه وعلى أهل بيته السلام قتل ظلما وعدوانا وهو خرج يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الله من أحب حسينا وكأنه يشير إلى العداوة التي ستلحق بأهل بيته صلوات ربي وسلامه عليه ومنا أهل السنة يعني نحن اليوم نتكلم كأهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ينفر من هذا الكلام خوف أن يقال له أن فيك تشيع وتركنا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لمن يدعي حبهم زورا وبهتانا وهم من قتلوه فهذا إمام من أئمة المسلمين يخرج طالبا للحق ومدافعا عن الحق وينصر الحق وينصر دين محمد صلى الله عليه وسلم من الذين أرادوا أن يحتكروه في دائرتهم واليوم ينفر بعض الناس من الكلام عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كان الحسين بيننا تدرون ماذا ينعته الناس لقالوا أنه مخرب كما ينعتون أهلنا في غزة يقولون عنهم مخربين
يريدوا أن يثيروا البلاء. ومنهم ومن الناس اليوم من يتهم أهلنا في غزة بأنهم سبب للدمار الذي يحصل في المنطقة. كذبوا والله، كذبوا ورب الكعبة. ما كان حسين هكذا، والله لو كان حسين بيننا اليوم لكان مع أهلنا في غزة. فهو خرج مدافعا عن الحق، فهو خرج قياما بالقسط، فهو خرج يدافع عن دين ربنا. وهو كان من أولئك الذين قال الله عنهم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. كيف لا، كيف لا وأبوه علي الأسد، وأبوه علي فاتح خيبر، وأبوه علي قاتل مرحب، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ريحانتي من الدنيا عنه وعن أخوه. صلوات ربي وسلامه على النبي وآل النبي صلى الله عليه وسلم. My dear brothers, my dear sisters, in the Islamic history, there are some black pages. There are some black, some pages where we need to read with, carefully. Among those pages is the Battle of Karbala. And as you all know, or many of you know, on the day of Ashura, Hussein, the grandson of the Prophet ﷺ, was murdered. He became a shaheed, and he was killed. He was killed by those who were oppressors in his time. And Al-Hussein, radiallahu anhu, some people from the Sunnah are afraid to talk about the Prophet and his family. Because they're saying, if you talk about them, maybe you'll be called a Shia. Or maybe you'll be given a bad name. We let those who are not from Ahlul Sunnah kind of take the name that they're defending the family of the Prophet, or they claim to be loving the family of the Prophet, and they do stuff that Allah subhanahu wa ta'ala did not order us to do. They do stuff that we see, you see videos and you see many things that Allah subhanahu wa ta'ala did not order you to do. Allah subhanahu wa ta'ala did not order you to slap yourself or hurt yourself. Allah subhanahu wa ta'ala did not order you to do some of the stuff that some people nowadays do. May Allah guide us and guide them. But it's important for us to understand what was happening. It's important for us to understand that in order for you to be a follower of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you have to love his family. You have to understand that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, he who loves Allah loves Hussein. You have to understand that the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us that it's always, for you to be a righteous Muslim, as we said in the ayat, you need to stand for that which is right. You have to go against evil, no matter what the outcomes might be. You have to stand against evil. You have to stand firmly against evil. If, I can imagine if Hussein was alive between us today, and he did what he did, and he stood up for what is right, people would call him what they call our brothers and sisters in Gaza now. They say those are people opposing peace. They say those are people who want to mess up the norms. They say those are the ones who are responsible for the destruction of Gaza. If Hussein was alive between us today, he would be with our brothers and sisters in Gaza fighting that which is evil. It's important for us to understand the reality of those things. It's also important for us, Ahlul Sunnah, to not let those who claim that they love Hussein to say that we don't love the Prophet or his family. By Allah, we love them more than you. But our Prophet sallallahu alaihi wasallam died. You don't see us crying and weeping as you do for Hussein, for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And we love Hussein. Why do we love Hussein? Because he's the relative of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali also was murdered. He also was a shaheed. Don't see us doing the same for Imam Ali, or the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or the other Sahaba. So for those that they say that they claim to love Al-Imam Al-Hussein and the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his family, and they do that opposing to the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam,
يعني your love is fake. لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع. From the conditions of love that you go with the hawa of your mahbub. You go with that which your mahbub loves. You go with that which your loved one loves. If you love someone and they say, I don't like coffee, and you bring them 10 cups of coffee, do you really love them? No, you're just, your love is fake. So if you love someone, you follow the sunnah of that person. You love that which he loves. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam told us, لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ وَلَقَمَ الْخُدُودَ أَوْ كَمَا قَالَ sallallahu alayhi wa sallam. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, he's not from among us. He who mourns like that, who starts ripping his clothes and hitting himself, is the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. My dear brothers and sisters, please move up a little bit. Brothers, move up. There's some brothers standing in the back. فهذا موضوع يعني حساس جدا حساس جدا يخرج بعض الناس اليوم ويتهم زورا وبهتانا الذين يقفون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بشتى أنواع الاتهامات بشتى أنواع الاتهامات وهم ما طلبوا شيئا غير حقهم فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الحق ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يصدعون بالحق ولو كان ذلك على أرقابنا ويعني رقاب أبنائنا وأموالنا وكل شيء ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ذلك فعندما خرج الإمام الحسين رضي الله عنه وكان سبب خروجه يعني لكي نعرف وكان سبب خروجه أن من أهل العراق من راسله ويعني جلسوا يراسلونه فحين أتاهم غدروه وتركوه وقتل من آل النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل من قتل ولم ينجو منهم إلا واحد أو اثنين ولكن نحن نحب حسينا ونوالي حسينا ونحب علي ونوالي علي نحن شيعة علي نعم نحن شيعة علي ولكن على الحق على الحق ولا نقول في حسين ولا علي إلا ما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نحبهم لقربتهم ولنصرتهم النبي صلى الله عليه وسلم رمزنا في هذه الأمة هو النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه هو قدوتنا هو مثلنا الأعلى وهو الذي نستن بسنته صلى الله عليه وسلم هو الذي نستن بسنته لكي نحشر في زمرته ونشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا فلا نشق جيبا ولا نلطم خدا ولا نتباكى كما يتباكى من يدعي حبه ولكن ننصر الحق ونقول بالحق ونصدع بالحق أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع إلى القول فيتبع أحسنه وأقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى عباد الله اتقوا الله حق تقواه راقبوه مراقبة من يعتقد ويعلم بأنه يراه تزودوا من دنياكم لآخرتكم عملا يحبه ويرضاه اعلموا أنه لا يضر وينفع ويعطي ويمنع ويصل ويقطع ويخفض ويرفع إلا الله اعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى على ملائكة قدسه قال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أتدرون إخوتي في الله من الذي يعني لو كان حسين بيننا من الذي سينعته بتلك النعوتات هم الذين يرضون
فجر على المسلمين الذين يرضون عن السجود مهما فعل الناس، هم الذين استحبوا يعني العبودية، فما جربوا أن يكونوا أحرارا. والذي يعني رضع لبال العبودية لن يتسنى له التذوق بالحرية. يعني هذا يعني إيش تشرح لي؟ إيش تشرح لي؟ هذا الذي يعني ما جرب الحرية فهو يرى العبودية جنة. فهذا أنت ما تستطيع حتى الكلام معه. يخرج بعض المنافقين، بعض المنافقين في يومنا، ويعني سبحان الله يعني يصدع بكلام لا يخرج عن سفيه. حتى السفهاء حينما يسمعونه يقول يا 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 شيخ يعني ما الذي تتكلم به؟ قيل لبعض هذه يعني لبعض المنافقين إن الناس حينما تصعد إلى المنبر يخرجون من المسجد، فقال المنافقون خرجوا حينما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر. الله أكبر، تشبه نفسك يا خسيس بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لهذه الدرجة وصلت العبودية، لهذه الدرجة وصل الغرور ببعض الناس، لهذه الدرجة وصلت السفالة، وسامحوني على هذه الكلمة، والحقارة والزندقة ببعض الناس. ما جربوا أن يعني ينطقوا بكلام الأحرار، فسيعيشون طول عمرهم بذل العبودية. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة، ونسأل الله تبارك وتعالى ممن يعني أن يجعلنا من الذين يصدعون بالحق، ومن الذين يتكلمون بالحق، ومن الذين يمشون في طريق الحق. وقد روي عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال ما ترك لي الحق من صديق. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الحق، وأن يحشرنا مع الإمام الحسين، وأن يحشرنا مع الإمام علي، وأن يحشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا بهم عند حوضه صلى الله عليه وسلم. ويعني من هذا المنبر نصدع بما صدع به أهل السنة، أننا نوالي الإمام حسين، وأننا نوالي الإمام علي، وأننا نوالي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نستنقص من أي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن أي شخص يتكلم على أمنا عائشة بكلام سفيه فهو كافر بنص القرآن الذي يعني برأها ممن يتهمه به أعداء الله. وأننا يعني الله سبحانه وتعالى طهرنا، طهر سيوفنا من تلك الفتن، فلنطهر ألسنتنا ولا نستنقص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا يعني ولا نجعل في قلوبنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه يعني فتنة يعني الله سبحانه وتعالى ابتلى بها المسلمون، فلا نقع فيها في يومنا، ولكننا كما قلنا نصدع بالحق. My dear brothers, my dear sisters, just a summary of so we can understand where we stand. We as Ahl Sunnah wal Jama'ah stand with that which is right. We do what Allah subhanahu wa ta'ala ordered us to do, and we do that which the Prophet sallallahu alayhi wa sallam taught us. The figure that we take in Islam is the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. He's the one that we follow. He's the one that we follow, and we love whom he loved, sallallahu alayhi wa sallam. We love whom he loved, sallallahu alayhi wa sallam. We don't mention his sahaba with anything bad. We don't mention his sahaba with anything bad. Regardless of what happened in between them, sometimes the brothers fight. Allah subhanahu wa ta'ala did not let our swords get dirty with that blood, so we let our tongues stay free from that. We don't mention the sahaba of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam with anything bad. And anyone that mentions them with something bad, that you know in his heart there is sickness. And anyone who mentions Aisha radiallahu anha with that which is not, يعني, that which does not befit her, sallallahu alayhi wa sallam, the family of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is something very great. And Allah subhanahu wa ta'ala said the wives of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam are mothers. So we don't let anyone even utter something bad against our own mother. And we don't let anyone utter anything bad against the Sahaba or the Prophet sallallahu alayhi wa sallam.
That being said, we love the family of the Prophet صلى الله عليه وسلم. We are the Shia of Ali. We are the Shia of Hussein. We are the Shia of Muhammad صلى الله عليه وسلم. Do not run away from those, but actually understand what they mean so you know where you can stand. And I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us stay firm on the sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم and to let us gather with Imam Ali and Imam Hussein and the Prophet صلى الله عليه وسلم in Jannah. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فإنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم كن مع إخوتنا في غزة يا الله اللهم انصرهم على الصهاينة اللهم عليك بالصهاينة الملاعين اللهم عليك بالصهاينة الملاعين اللهم عليك بمن والاهم اللهم عليك بمن نصرهم اللهم عليك بمن وقف معهم اللهم اغفر لإخوتنا في غزة اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم اللهم انصرهم يا رب اللهم انصرهم يا الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأخي يا مقيم الصلاة أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم.